يتحمل مسؤولية الإطار في اختيار رئيس وزراء قوي شجاع يستطيع أن يلبي حاجات الناس الأساسية خلال مدة معينة. وأعتقد هذه فرصة أمام الإطار ومن يتحالف مع الإطار في أن يكون رئيس الوزراء والحكومة القادمة تبدأ منذ اليوم الأول، لكن بشرطها وشروطها. سيد المالكي مرشح للإطار؟ قد يكون سيد المالكي، يعني له كل الاحترام والتقدير، قد يكون أحد المرشحين. تعتبره رجل مرحلة وملائم للفترة المقبلة؟ مو حيدر البرزنتشي فقط يعتبر رجل مرحلة، أكو كثير من السياسيين الكرد. صور يعني أنا كنت جالس مع مجموعة من القادة السياسيين الكرد واعتبروا أن سيد المالكي هو قائد لهذه المرحلة.